بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم طريقة نقل شكل عباد الشمس والطماطم في قصيص. طيب اولا واهم حاجة لازم نكون مجهزين فتحات صرف في القصيص. نعملها ازاي؟ مسمار وخرطوم زي ده كده بتاع فلاتر مية، وخرطوم تاني متر منه بجنيه ونص او باتنين جنيه. هتعمل ايه؟ هنعمل فتحة صرف بالطريقة دي كده. اولا نكون غاسلين الجردل كويس وماء وصابون عشان لو في اي ميكروبات او جراثيم او بكتيريا نقضي عليها بالماء والصابون. هركب الخرطوم بالطريقة دي كده والخرطوم التاني بالطريقة دي كده. طيب عملنا الفتحتين، محتاجين ايه؟ هنركب الخرطوم في النص كده كده. الجردل بقى فيه فتحة صرف. طيب محتاجين ايه بقى تاني؟ محتاجين ان احنا نملى الجردل تربة، تربة طين من اي ارض زراعية. نفضيها في قلب الجرد، اي بقى عصي اي خشب اي حاجه ملهاش لازمه، زلط ورق شجر قديم كده. ملينا الجرده الميه، نعمل ايه؟ طين. هنعمل ايه؟ هنملى نزود ميه. كده ملينا الجردل او جردل الجبنه، قلبة الجبنه مليناها ميه، ونحاول نقلبها عشان الميه تتغلغل جوه، تتغلغل جوه الايه؟ الطينه، والطينه تبوش. طيب احنا كده ملينا ميه، محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نقل عباد الشمس اللي هو ده. هنعمل ايه؟ هنفتح الكوبايه بالطريقه دي كده. نطلع عباد الشمس لانه جذوره كبرت وخلاص، يعني عايز مكان يكبر فيه اهو. عباد الشمس اهو، وده قشرة اللب ايه بتاعته. هنعمل ايه؟ مش هنعمل اي حاجة غير ان احنا نحط عباد الشمس جوه القصيص بالطريقة دي كده. نعمل له حفرة بايدينا وننزله ونخليه دايما في النص. طب احنا ممكن نزرع جنب عباد الشمس حاجة تانية؟ ايوه ممكن نزرع. عباد الشمس فترته شهرين وبعد كده بنشيله انه خلاص مبقاش له لازم. نزرع، ممكن نزرع جنب طماطم. فين الطماطم دي؟ طماطم جلد النمر. هنعمل ايه؟ هنطلعها كده اهو من الكوباية. شايفين جدار وصلت لحد فين؟ عايزه مكان تكبر فيه. هنعمل حفره بايدينا بالطريقه دي كده وننزل فيها الطماطم. ده جنب زرعنا فيه، ممكن نزرع في جنب تاني. نزرع ايه؟ ممكن نزرع طماطم من نوع تاني. دي طماطم من استراد. هنطلعها كده، ممكن نقسمها، نخلي كل واحدة في جنب، نقسمها بالطريقة دي كده نصين، كل جنب يطلع بجذور، ونقفل عليه الطينة كده وننزلها في أي جنب من جناب القصيص اهو. نضغط، ناخد العصاية في السقف النص كده ونضغط عليها، هتروح منزلها ايه؟ الشجرة اللي تحت. فضينا الهواء، عايزين نزرع كمان واحدة نفس الطريقة. هنجيب طينة كده نلف عليها طينة عشان الهواء الجذور ما تاخدش هواء، وننزلها كده.
نكمل مع بعض. انا كده زرعت انواع طماطم وحطيت في النص عباد الشمس. طيب دي عندي طماطم شيري اصفر عايزه تتنقل برضو، هعمل ايه؟ هطلعها من الكوبايه بالطريقه دي كده، هي لسه صغيره ان انا افصصها، فانا هخليها زي ما هي، لما تكبر ممكن ابقى اخد منها شتلات وانقلها، بس عشان الجذور قاعده تكبر اكتر الكوبايه مش هتكفيها، فمحتاجه تتنقل في حاجه اكبر. بالطريقه دي كده هنحطها في قلب القصيف ونضغط كويس عشان جذور الهواء ما يخشش فيها. خلصنا كده تمام. ناخد بقى ايدينا من الطينه، طيب خلصنا كده. احنا محتاجين ايه؟ نصرف الميه الزياده من الاسس عشان مفيش حاجه تموت عندي. هنصرف الميه الزياده ازاي؟ هنعمل ايه؟ احنا عاملين فتحه صرف اهو، كل اللي هنعمله هنفتح فتحه الصرف كده وننزلها، تنزل الميه في قلب الجردل بتاعنا اهو. طبعا لما هتنشف الميه هتنزل لوحدها، بس كنا فاتحين فتحة صرف عشان المية تنزل فيها، لأن الطينة شربت المية فمفيش مية فاضية. المية اللي هتفضل بقى هتنزل مع فتحة صرف، يبقى أنا إيه مطمن إن مفيش مية هتعفن، أي مية زيادة هتنزل عندي في فتحة الصرف. أنا كده إيه زرعت عباد الشمس زي ما أنتوا شايفين طوله قد إيه، ونقلت الطماطم تلات أنواع طماطم، ودي الرابعة. عباد الشمس بعد فترة من الفترات هيبدأ خلاص هنجمع المحصول بتاعه او هيطلع الزهره بتاعته، خلاص هو شهرين وهينتهي. الطماطم هتكمل معايا ممكن 3 4 شهور كمان، فانا اشيل الطماطم اشيل عباد الشمس، الطماطم هتكمل. عايز اوريك عباد الشمس النهارده شكله ايه اللي زرعناه في 5 رمضان. شوفوا كده معايا بدا يطلع زهره لزهرته يعني الناس اللي زرعت معايا في 5 رمضان دي زهره عباد الشمس. طيب بدات تطلع، شايفين لسه صغير، قاعدين مطلعها حتى زهرتين كمان، مش زهره واحده، زهرتين كمان اهو. وبكده نكون خلصنا لشتلات الطماطم. انا زرعت انتجوان وزرعت شاي ازرق، بحيث ان ايه هنجربه بعد زرعتهم النهارده 5/6 نشوف هياخدوا كام يوم على ما ينبتوا، بحيث الناس اللي عندها خدت شاي ازرق تعرف مدة النبات بتاعه ياخد كام يوم على ما ينبت. تمام حابب اوريكم الفراولة، مطلعة فراولة جديدة اهي، فراولة اهي حاجة طازة بقى، مية مية ولا فراخ الجمعين، فراولتنا الجميلة. ومطلعة ازهار تانية جديدة اهي، بحيث ان ايه بعد كده هطلع ثمار طماطم الشيري. طماطم الشيري يا جماعه طماطم سلك، شايفين طول ايه؟ طالع لحد فوق حوالي مثلا 2.5 متر 3 متر ان شاء الله، يعني لا متر ونص مترين، اسف متر ونص مترين، يعني لو شفنا دي قسناها من هنا كده القصيص بتاعها طوله عمقه قد ايه؟ شبر ده عمقه يعني حوالي 20 سنتي. لو شفناها كده طلعنا معاه، طلعنا مع العود طالع اهو، طالع نوصل لحد فين؟ ايوه نوصل للسقف يعني. وبعدين ممكن تديك كمان انتاج لمدة مثلا 3-4 شهور كمان، وممكن تاخد من الطماطم دي الحباية نفسها ان هي المفروض هي درجة اولى يعني F1، خد منها بذور وعلى قد ما تقدر وازرع، يعني خد منها بذور كتير، لان لو زرعت من الجيل التاني مش هتنفع معاك هتطلع ضعيفة. انت خد من الجيل الاول اللي هو ده F1، خد منه بذوره وحوش وخليها معاك، ممكن تقعد معاك لحد 3-4 سنين تزرع منها زي ما انت عايز. كنت عايز اوريكم ايه؟ كنت عايز اوريكم ايه؟ الطماطم اللي احنا زرعناها الشيري، اللي فاكرين زرعناها الشيري من البذره، نبتت اهي، نبتت 2 بس، هي كانت عطشانه امبارح وانا سقيتها فهي منبته اهي. وده النعناع اهو اللي زرعناه من البذره، طلع جنب الطماطم، وقت ما الطماطم تكبر نشيل النعناع او ممكن ننقل النعناع يعني. وفي باميه طلعت كمان اهي، شايفين ده قرن الباميه اهو لسه صغير يعني،
عمرها ما كملش شهر ونص البامية، أو يمكن أقل كمان من شهر ونص، ودي طماطم كمان صغيرة طالعة صغيرة. الموضوع بسيط جدا ومش صعب، يعني اللي عايز يزرع يزرع. وأي سؤال أنا موجود أجاوبكم على أي سؤال في أي وقت إن شاء الله. تحياتي.